جداتي يعني هيك. حلو يعني انت اصلا كنتي من وسط يعني هم فنانين وسط فنانين فهم دعموك بهذا الشيء. ايه مزبوط صح اكيد. نعم. طيب يا ساره بالنسبه للعود اللي تعزفين عليه شلون تعلمتي عليه؟ دخلتي دورات؟ لو انت ظليتي شوي تستخدمين شوي شوي تعلمتي شلون تعلمتي؟ لا هي دراسه اكاديميه، هلا اذا بدنا نحكي عليها بالتفصيل بده طول كثير يعني. احكي لنا شيء مختصر. قسم منها كان ببيت العود ببغداد. نعم. وقسم منها كان عند الاستاذ سليم سالم، بوجه له تحيه. وقسم منها كان بسوريا. يعني بدايه انت كنت ببغداد تعلمتي وبعدين بسوريا بس حلو. تعلمت من كل الاماكن. قسم منها كان بكورال الشام للتراث. حلو. بداياتي من كل مكان كانت تعلمتي جزء شيء. ايوه تمام حلو شطور. من كل بستان ورده. نعم. طيب ساره منو قدوتك من الفنانين العراقيين؟ هلا بتختلف يعني كثير. انا القدوه بالنسبه لي هو الفنان اللي بحب صوته. أيوة. واللي بياثر فيني. صحيح. فهن كثار صراحه لانه ما شاء الله العراق هسه لما ولادي. يعني اذا نحكي ما تذكرتي واحد من عندهم مثلا اكيد ببالك اكثر؟ اكيد استاذ ياس خضر الله يرحمه. الله يرحمه. اكيد حميد منصور. سمعينا شيء للاستاذ ياس الخضر؟ أيوة. اكيد اكيد. في سعد الحلي. سعد الحلي.